في بداية العام دايما بيحصل إصدارات جديدة من السيارات ومن الهواتف الذكية والحاسب الآلي. طبعا بيبقى فيه ضغط جامد جدا على شركات الرقاقات دي. الرقاقة دي نقدر ناخدها باختصار أو بشكل بسيط هي المخ الإلكتروني بتاع العربية أو الجهاز أو الديفايس عموما. فطبعا مع الضغط مع ان في احد الشركات اللي كانت عاملة خطط بتبدأ الشركات تغير خططها على استخدام رقاقات من شركات معينة فده عمل ضغط. فاحنا كل اللي بننصح الناس به ان هم في الفترة اللي هم اول 3 شهور في السنة او بيسمى كوارتر 1 نبعد عن شراء الحاجات اللي مش محتاجينها قوي لحد ما هيبدأ توفر الرقاقات ويبدأ خلاص الموضوع يحصل فيه استقرار ويحصل الانتاج بيحصل فيه كثافة. بعد فترة الاسعار طبعا هتتغير. فدي النصيحة ان ازمة الرقاقات دلوقتي لحد التلت الاول من 2022 نستنى شوية. نستنى شوية يعني ما هو نستنى بهدف بسيط قوي. فكرة الانتظار جاية من ان دايما مع بداية الاصدارات والتزاحم وبداية المشتريات ودايما في بداية السنة الناس بتشتري الموديلات الجديدة من كل شيء. بعد شوية الموديلات دي بتبدأ خلاص يبقى متوفرة في السوق متوفرة بكثرة بتبدأ الشركات بتشوف بدايل بتبدأ المصانع بتكثف انتاجاتها. فهو احنا بنقول الكوارتر 1 او الثلاث شهور الاولى مش مفضل انك تشتري حاجة لان هيكون فيها زيادة بشكل. هم بيقولون يا محمد ان يعني حرج في حاجات كتيره بتتباع باكتر من سعرها منها العربيات طبعا وفكره الاوفر برايس. يقول لك لا ما انت لو ما اشتريتش دلوقتي باوفر برايس خلي بالك ان الحاجه نفسها سعرها يزيد من بلدها. ده كلام احنا بنتكلم هنا الناس هنا بتتكلم على تكاليف وارتفاع اسعار دي حاجه راجعه للدول والحكومات دي قصه تانية. ولكن احنا بنتكلم على الاوفر برايس الغير مبرر بمعنى ان انا يبقى عندي المعروض اقل من المطلوب فبيحط التاجر او بيحط الشخص بزياده طبيعيه لوحده. زياده الحكومات دي وارد ولكن الزيادات الشخصيه دي لو ما حصلش اي زياده من اي حكومات خلاص انت هنا هتشتري بالسعر الطبيعي بتاع الحاجه لان السعر هنا زي ما حضرتك عارف بيوصل ل 15-20% احيانا في بعض الاشياء. صحيح. فطبعا بيكون رقم كبير جدا. فانا ما برشحش ان الناس تشتري خصوصا ان مع المنتجات دلوقتي في بدايه السنه هيحصل تدافع رهيب فهيبقى في اوفر برايس طبيعي. يعني عمرك ما هتشتري حتى لو الحكومه غلت مش هتغلي نفس النسبه اللي بيغليها شخص بافكاره المنفرده يعني.